سمعت في نهاية الخاطرة السابقة قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فاعلم أن الأعمال منها الأعمال التي تقدمك إلى الله هو الصحيح المقبول أو المتقبل، وكل متقبل صحيح وليس كل صحيح متقبل. طيب سأريك ذلك. نعود إلى الرياء مرة أخرى. المرائي في صلاته لو نظرت إليه فإنه قد أقام أركانها وأدى شروطها، بل تخشع فيها كثيرا من حيث البنية العامة، الصورة الشكلية، هذا العمل صحيح لأنه استوفى كل الشروط والأركان، ولكن هل هو متقبل؟ هذا أمر آخر. قبول العمل يعتمد على النية، وصحة العمل تعتمد على الوفاء بالشروط في العمل. فالنية هي التي تحدد القبول. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أرفع درجة في قبول الصلاة أن يتقبل منك بدرجة 50. ولذلك ماذا يقول الشافعي؟ يقول: ليت ركعتين من أربعة متقبلتان. فصحح النية وسل الله القبول، فإن القبول يعني محبة الله لك والإقبال عليك وإجابة الدعاء.